بكم في نشرة السادسة مساء من قناة أنادي الأهلي وإلى العنب. أيوب متعب لاعب كبير وقد يشارك أمام نصر حسين داي. تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي في الميران الجماعي. ومدرب الوحدة الإماراتي، الأهلي هو المرشح الأول للقب العربي. مجددا والى التفاصيل. اعرب احمد ايوب المدرب العام لفريق الاهلي عن سعادته بتحقيق الفوز على الوحده الاماراتي بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما على ملعب السلام بالقاهره في اطار الجوله الثانيه من المجموعه الاولى للبطوله العربيه. وقال احمد ايوب ان الاهلي حقق فوزا مهما للغايه على الوحده، خاصه بعد الخساره في اللقاء الاول ببطوله امام الفيصلي الاردني، مشيرا إلى أن الفوز سيعيد الثقة بشكل كبير للاعبي الفريق. وأشار المدرب العام إلى أن عماد متعب لاعب كبير وله تاريخ مع النادي الأهلي، وأن عدم مشاركته في مباراتي الفيصل الأردني والوحدة الإماراتي كان بسبب وجهة نظر فنية للجهاز الفني فقط، مؤكدا أنه قد يشارك في المباراة القادمة أمام نصر حسين داي الجزائري. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي ستجمعهما الجمعة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بالبطولة العربية. ورفض أحمد أيوب المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد الفوز أمس على الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المباراة الثالثة. ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته في السادسة من مساء غد الخميس على ملعب التتش، وبعدها يدخل الفريق معسكره. خضع حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه أحمد حمودي، محمد نجيب، رامي ربيعة، عمرو السولية، كريم ندفد، ووليد أزارو، وباسم علي، ومؤمن زكريا، محمد الشناوي حارس المرمى أيضا لتدريبات استشفائية ولم يشاركوا في الميران الجماعي والتقسيمة والتي أجراها الجهاز الفني بعدما شاركوا في لقاء الوحدة الإماراتي كاملا. في حين شارك جونيور أجاي وصالح جمعة وأحمد الشيخ وإسلام محارب في التدريبات الجماعية والتي خاضها الفريق صباح اليوم على الملعب ملعب بتروسبورت في إطار الاستعداد للقاء نصر حسين داي الجزائري بعد غد الجمعة. انتظم حسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صباح اليوم في تدريبات الفريق والتي جرت على ملعب بتروسبورت بعد عودتهم من الراحة والتي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري. وشارك الرباعي في تدريبات تأهيلية حددها الجهاز الفني حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات خلال الأيام المقبلة، حيث يمكن أن يختار الجهاز الفني أي منهم للمشاركة في لقاء نصر حسين داي الجزائري مساء الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية.
يعقد أحمد أيوب المدرب العام للأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر غد الخميس للحديث عن آخر استعدادات الفريق للقاء نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية والمقرر لها مساء الجمعة على ملعب السلام. وكان الأهلي قد فاز على الوحدة الإماراتي بهدفين بدون مقابل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة بعدما خسر بهدف في أولى مباريات أمام الفيصلي الأردني. أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بمستوى الحارس محمد الشناوي خلال لقاء الوحدة الإماراتي، مؤكدا إن مستواه يتطور بشكل كبير، مشددا على ثقته في تقديم اللاعب للأفضل في الفترة المقبلة. وأضاف أيوب أن الشناوي يملك إمكانيات فنية وبدنية متميزة تجعله جدير بالتواجد في حراسة عرين الأهلي. كما أشاد سليمان بأحمد عادل عبد المنعم والتزامه وجديته وروحه وإخلاصه الكبير للنادي، وهي من الأمور التي تضفي منافسة قوية وشريفة في حراسة مرمى الفريق. بادر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي التقسيمة والتي كانت تجري على هامش الميران الصباحي على ملعب بتروسبورت بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم. وحرص طبيب الفريق على الإطمئنان عليه مؤكدا على سلامته، لكنه فضل عدم عودته مجددا للتقسيمة، الأمر الذي دفع طارق سليمان مدرب الحراس للوقوف في المرمى خلال التقسيمة بدلا منه. المزيد من التفاصيل حول استعدادات الأهلي لمباراة نصر حسين داي الجزائري ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بيك. أهلا بيك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، في البداية إيه هي أبرز فقرات تمرينة النهاردة؟ طبعا خليني أقول لك إن النهاردة المران كان الساعة 10:30، أكيد كان مران مهم جدا بالنسبة للفريق والجهاز الفني واللي كان بيقود المران النهاردة كابتن احمد ايوب. استعداد المباراه فريق نصر حسين داي الجزائري ان شاء الله يوم الجمعه. النهارده المران كان عباره عن بعض التدريبات الاستشفائيه بالنسبه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي خلال المباراه السابقه امام فريق الوحده الاماراتي، واللي قدر النادي الاهلي يفوز بنتيجه 2-0 فيها. وايضا كان في بعض التدريبات البدنيه المتوسطه بالنسبه لبعض اللاعبين اللي ما كانوش شاركوا في المباراه بشكل كامل او اللي ما شاركوش خالص، بالتالي كانت التدريبات كلها تدريبات بدنيه فيها بعض التدريبات الكره. ايضا النهارده شارك في تدريبات بعض اللاعبين اللي كانوا ما بيشاركوش خلال الفترات السابقه سواء لاسباب مختلفه سواء للاصابه او للاجازه اللي كان منحلهم الجهاز الفني بعد نهائي او بعد مباراه الزمالك بطوله الدوري. النهارده شارك بشكل طبيعي كل من صالح جمعه جونيور قضاي بعد شفائهم تماما من الاصابه، ايضا شارك في التدريبات الجماعيه احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي العائد من فريق مصر المقاصه، وشارك في التدريبات الجماعيه بشكل جيد، واصبح الثلاثي دول يعني جاهزين ان شاء الله للمباريات المقبله حسب رؤيه. ايضا عدت التدريبات النهارده كل مساعد سمير واحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور اللي كانوا واخدين اجهزه من الجهاز الفني خلال الفتره السابقه، وايضا النهارده شاركوا في التدريبات الجماعيه وكان لهم بعض التاهيليه البسيطه خصوصا ان هم لسه عائدين من اجازه يعني حوالي 5 أو 6 أيام. بالتالي ان شاء الله خلال الفترات المقبله هيكونوا جاهزين للمباريات الرسميه ان شاء الله مع النادي الاهلي. بالنسبه لشريف اكرامي وعبد الله السعيد لسه قدامهم يعني المفروض ان شاء الله هيرجعوا يطلوا القاهره طبعا من فتره الاجازه بتاعتهم يوم الجمعه القادم، ومن ثم يتضموا للتدريبات مع الفريق الاول ان شاء الله. نعم. استعدادا لمختلف المباريات المقبله. نعم. طيب امير، من خلال متابعتك للتمرين هل بدا يظهر التشكيل اللي قد يخوض به الجهاز الفني مباراه نصر حسين داي؟
لا لسه ما ظهرش الشكل اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري. بقى كابتن حسام البدري ان شاء الله هيعود ترتيبات مع النادي الاهلي، هيكون متواجد وهيوصل بكره ان شاء الله القاهره، بالتالي لسه ما بشكل كبير الجهاز الفني على الشكل او التشكيل اللي ممكن يلعب المباراه المقبله. وزي ما احنا عارفين يا فيروز، المباراه المقبله مباراه مهمه وفاصله بالنسبه للنادي الاهلي، ضروره الفوز فيها شيء مهم جدا عشان يكون في امل للصعود للدور المقبل في البطوله العربيه. لكن بشكل عام هيكون في بعض العناصر اللي شاركوا في المباراه الاخيره وادوا بشكل جيد، ممكن يكونوا متواجدين سواء في التشكيل الاساسي او التشكيل الاحتياطي، بالتحديد اسلام محارب بعد ما شفناه تالق في المباراه السابقه وقدر يحرز هدف مهم للنادي الاهلي. ايضا ممكن نشوف احمد الشيخ العائد لصفوف النادي الاهلي من الاعاره، في بعض العناصر اكيد اللي هتكون مهمه جدا خلال الفتره الجايه مع النادي الاهلي، مش بس امير كمان العربية. لا نعم. كمان كابتن احمد ايوب كان بيقول في خبر معانا ان كابتن عماد متعب كمان قد ينضم للتشكيله المباراه اللي جايه. كابتن عماد متعب كان يعتبر عليه عقوبه هي المباراه السابقه فقط، لكن ما فيش عقوبه اكتر من كده، بالتالي عماد متعب اكيد نجم كبير جدا، واحد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي، بالتالي ممكن بشكل كبير يكون متواجد في القائمه اللي اختارها الجهاز الفني للمباراه دي، خصوصا ان هيكون في فرصه لمشاركه عماد متعب. عماد متعب اكيد من الناحيه الفنيه ما فيش اثنين يختلفوا عليه، لكن اكيد لياقه المباريات الجهاز الفني عايز يحكم عليها من خلال مشاركه عماد متعب خلال المباريات المقبله، وبتحديد مباراه مصريه زي مباراه مصر حسين. بالتالي عماد متعب بشكل كبير جدا او بنسبه كبيره جدا هيكون متواجد في القائمه الخاصه بهذه المباراه، تحسبا بالتأكيد سواء بالشكل الاساسي او عن طريق الشكل الاحتياطي في الشوط الثاني. ان شاء الله اكيد زي ما تعودنا يكون مؤثر مع النادي الاهلي في الفترات المقبله في الأرض. نعم. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. إلى متابعة أخبار البطولة العربية، حيث أكد الروماني لوريان تريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي أن الأهلي يمتلك فريق قوي للغاية ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ويعد هو المرشح الأول للفوز بالبطولة العربية بحسب رأيه. وأشار المدرب الروماني إلى أنه يخوض البطولة العربية كإعداد للموسم الجديد ولا يهدف من البداية للفوز باللقب، مؤكدا أن هناك شيئا إيجابيا في مباراته أمام الأهلي وهو الحارس البديل محمد حسن بعدما قدم أداء طيب رغم الخسارة بهدفه. أكد نبيل نغيز المدير الفني لفريق مصر حسين داي الجزائري أنه فخور بمواجهة فريق بحجم الأهلي، وشرف لكل لاعبي مصر حسين داي مواجهة زعيم القارة الأفريقية، وذلك في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى بالبطولة العربية. وأكد نغيز أنه يتمنى أن يقدم لاعبيه عرضا قويا أمام الأهلي حتى يتجنبوا الخسارة الثقيلة أمام نادي القرن الأفريقي. وأشار نغيز إلى أن تحضيرات فريقه للمشاركة في البطولة العربية لم تكن كافية، حيث دخل الفريق في معسكر إعدادي قبل البطولة ب15 يوما فقط، مؤكدا أن ذلك لا يكفي لخوض مسابقة قوية تشهد مشاركة فرق عريقة كالأهلي والفيصلي والترجي والنصر السعودي. أوضح التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي أن فريقه حضر لمصر للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية. وقال بن يوسف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي والمريخ السوداني في المجموعة الثالثة أن اللقاء أمام بطل السودان يمثل عودة الترجي لمستواه الطبيعي بعد استقرار اللاعبين وتجاوز فترة التوقف قبل الوصول إلى البطولة، مؤكدا أن مباراة نفط الوسط العراقي لا تمثل المستوى الحقيقي لبطل تونس.
أكد أخوان براون المدير الفني للهلال السعودي عن رضاه بأداء فريقه في البطولة العربية على الرغم من كونها المشاركة الأولى للفريق في بطولة كبيرة. وشدد براون على رغبته في تحقيق الفوز على نفط الوسط العراقي في المباراة التي يرى أنها ستكون نتيجتها حاسمة مع تأهل الفريق إلى نصف النهائي. وأكد المدير الفني على أن الهلال فريق كبير وأن جماهيره لن ترضى إلا بالعودة بلقب البطولة العربية. تقرر أن ينطلق معسكر المنتخب المصري للمحليين يوم الأحد المقبل بدلا من السبت في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب المغرب في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في كينيا. وكان منتخب المحليين قد شهد أزمة خلال الساعات القليلة الماضية ما بين تقارير تشير إلى استقالة الجهاز الفني بقيادة هاني رمزي وأنباء أخرى عن قرار مجلس إدارة بالاستغناء عن خدماته. فاصل قصير ونعود من جديد. وإلى متابعة الأخبار العالمية، حيث أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة فريقه والتي تستعد لمغادرة إلى ألمانيا لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد. وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والسنغالي، ساديو ماني مهاجم الفريق والذي بات جاهزا للمشاركة بعد عودته من الإصابة والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر. ويواجه ليفربول نظيره هارتا برلين الألماني وديا يوم 29 يوليو الجاري، ثم يواجه بايرن ميونخ الألماني في الأول من أغسطس المقبل. توجهت بعثة فريق باوك اليوناني المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني عمرو وردة اليوم الأربعاء إلى أوكرانيا لمواجهة أولمبيك دونيتسك الأوكراني خلال يوم الخميس غدا ضمن فعاليات ذهاب الدور التمهيدي الثالث بالدوري الأوروبي يوروباليك. ويأمل باوك في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الغد لقطع نصف الطريق نحو التأهل للدوري المقبل بالبطولة. توجهت صباح اليوم الأربعاء بعثة فريق سبورتين براغا البرتغالية إلى السويد لمواجهة فريق أياكس سولنا ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي بالدوري الأوروبي والمقرر لها غدا الخميس. ويتواجد أحمد حسن كوكا مهاجم منتخبنا الوطني على رأس قائمة براغا بعد غياب منذ فترة بسبب الإصابة. طلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني بتحديد مصيره سواء بالبقاء في صفوف البارسا أو الموافقة على عرض باريس في موعد أقصاه الأسبوع المقبل. وانتشرت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية حول اقتراب سان جيرمان من الحصول على خدمات نيمار مقابل
222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المدير الرياضي بنادي باريس طلب نيمار بضرورة تحديد مصيره لإنهاء الجدل حول تلك الصفقة. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. كتيبة الأهلي تقصف الوحدة بصاروخي بركات ومحارب. أما من الوفد فغدا الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة نصر حسين دار. من الوطن سبورت، غدا إكرامي والسعيد ينتظمان في تدريب الأهلي. أما من المصري اليوم فسعيد عبد الحفيظ باسم علي مرشح بقوة للدخول في القائمة الأفريقية الثانية. ومن الشروق الأهلي يفاضل بين النمسا وإسبانيا وألمانيا لاستضافة معسكره. من الدستور فتحي وعاشور وسعد ومعلول ينتظمون في تدريبات الأهلي. أما من فيتو فأيوب يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن مواجهة حسين داي. ومن دوت مصر أحمد عادل عبد المنعم يغادر ميران الأهلي للإصابة بكدمة في القدم. أما من الأهلي دوت كوم فأيوب عماد متعب لاعب كبير وعليه أن يتفهم قرار استبعاده. يوروسبورت عربية، أربع مكاسب للقلعة الحمراء من الفوز على الوحدة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.